مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة حلوة جدا سهلة وسريعة وكتير كتير بسيطة بدون طبخ وبدون فرن. عنا نسلي وحامض. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدي أعصر الحامضة. هلا بعد ما عصرت الحامض ما بننصفيهم بالمصفاي. حط النسلي كمان. بخلقهم مع بعض على سرعة عالية. خلصنا من خفق الخليط. هلأ شو بعمل؟ بحطهم بالبراد حوالي 10 دقايق. شفتوا القوام؟ صاروا بهيدا الشكل. هلأ منحطهم بالبراد. بعد 10 دقايق عنا هون الخليط اللي كان بالبراد وعنا بسكوت نعمتن بهيدا الشكل. بنكفي انا وياكم. اول شي بحط بسكوت. انا عملت كمية كتير صغيرة، اللي بحب بيضاعف الكمية. كمان بحط من هيدا الخليط اللي عملته. بعملها بهيدا الشكل، بتعطي شكل كتير ناعم. كمان برش بسكوت خفيف، هيك بيعطي منظر خفيف. إذا لاحظتوا عن جد طريقتها كتير سهلة وبسيطة. كمان بما إنه عملنا الخليط من الحامض راح زين بالحامض والنعناع. كمان إذا حبينا بنرجع بنحطهم بالبراد، ما في أي مشكلة. هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.